تفجير لأجهزة البيجر والووكي توكي تهمت إسرائيل بتنفيذه وأدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات. سيناريو آخر يتفق مع سيناريو الخرق السبراني، لكنه استهدف بطاريات البيجر وعمل على زيادة إجهاد البطارية. حمى الذكاء الاصطناعي تصل إلى ميادين الحرب والقتال. أجهزة اتصالات منخفضة التكنولوجيا تستخدم في عمليات عسكرية. كانت تلك العمليات التي قامت بها إسرائيل في لبنان نقطة تحول فاصلة لفتت أنظار العالم إلى أهمية التكنولوجيا في الحروب المقبلة. فبعد أن استخدمت إسرائيل طويلاً العمليات العسكرية التقليدية، دخلت حديثاً مرحلة جديدة من العمليات ربطت من خلالها الأهداف العسكرية بعمليات تكنولوجية سبرانية فاجأت من خلالها حلفائها قبل أعدائها. استهداف أجهزة البيجر والووكي توكي آيكوم كانت سابقة نادرة، تداخلت فيها عملية اختراق سبراني استطاعت من خلالها إسرائيل إرسال أوامر إلى كل الأجهزة في وقت واحد، وسبق هذا وجود تكنولوجيا زرعت داخل الأجهزة. العملية لم تكن قراراً مفاجئاً اتخذته إسرائيل، بل نتيجة قرار مع سبق الإصرار والترصد من خلال خطة ممتدة على مسار زمني. أشارت العمليات إلى دور التكنولوجيا في المواجهات المستقبلية، ومع الطفرة التكنولوجية التي تتكشف من حولنا ممثلة في الذكاء الاصطناعي، فقد أسهم ذلك بشكل كبير في تغيير مفاهيم الحرب الحديثة، وظهر تأثيره في عدة جوانب رئيسية. ويمكن الإشارة إلى تطبيقات لأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل عملي في العمليات التي اندلعت في الفترة الأخيرة، فخلال المواجهات بين روسيا وأوكرانيا اعتمدت كييف بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي، واستخدمت برنامج شركة بالانتر لتحليل صور الأقمار الاصطناعية والبيانات مفتوحة المصدر ولقطات الطائرات من دون طيار والتقارير من الأرض لتزويد القادة بالخيارات العسكرية، وهو يعد البرنامج المسؤول عن معظم الاستهدافات في أوكرانيا. أما في العمليات الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني، استخدمت تل أبيب نظام ذكاء اصطناعي يطلق عليه اسم لافندر في عملياتها العسكرية داخل غزة، وقام النظام بتحديد الأهداف المحتملة وشارك في تحديد 37 ألف هدف خلال الأسابيع الأولى من العمليات. كما استخدمت إسرائيل برنامجين، الأول أين هو أبي، والذي يستخدم لتعقب الأفراد الذين تم تحديدهم كأهداف وإصابتهم عندما يكونون في المنزل، وبرنامج الإنجيل الذي يهدف إلى تحديد المباني والهياكل. كما طورت أمريكا دبابة أبرامز الأمريكية التي أصبحت تعمل بشكل كامل عبر التشغيل الآلي للكمبيوتر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأصبحت أنظمتها قادرة على تحديد أهدافها بشكل صحيح من خلال إرجاع معلومات الاستشعار الواردة من قاعدة بيانات ضخمة وإجراء التحليلات وإجراء عمليات التحقق الفورية تقريبا، ما يجعلها تصيب أهدافها بنسبة 99%. إذن تلعب التكنولوجيا دورا بارزا في المواجهات الحديثة، بل وفي حفظ الأمن القومي للدول. فامتلاك دولة للتقنيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي سيعطي لها تفوقا ملحوظا على غيرها. لذلك ترغب العديد من دول الشرق الأوسط أن تلعب دورا رئيسيا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأخذ هذه التكنولوجيا على محمل الجد. This is the foot race that will determine geopolitical superiority by mid-century. فبحسب تقارير، هناك استثمارات ضخمة تتجه إلى الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وأصبحت الإمارات على وجه الخصوص من أبرز اللاعبين في هذه التكنولوجيا، بل أصبحت تعد من المستثمرين الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي، ودخلت بقوة إلى مضمار المنافسة بهذا القطاع، وأبرمت شراكات مع من يتواجدون في الطليعة. ولعل من أبرز النتائج كشف شركة إيج مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع وغيره من المجالات عن آليات سكوربيو بي لدعم القوات العسكرية وقوات الأمن في أصعب الظروف، ويمكن تجهيزها بأنظمة أسلحة يتم التحكم بها عن بعد وأجهزة استشعار للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وغيرها. يلعب الذكاء الاصطناعي إذن دورا حيويا في المجال العسكري،
وأصبحت الدول تعتمد عليه ليخوض مواجهات ولرفع كفاءة قواتها العسكرية على كافة المستويات من الأفراد إلى القادة التكتيكيين والاستراتيجيين، ولذلك حجزت بعض الدول العربية مقعدها في هذا السباق لتعزز من مكانتها وتحفظ أمنها القومي. Go as far as to say whoever has the most powerful AI will have a superpower, if you will,